بعد أن تم افتتاحه في 24 من ديسمبر الماضي، ها هو مهرجان داري يحظى بزيارة رئيس الحكومة الوحدة الوطنية للمرحلة الانتقالية صالح كبزابو بمعيته عدد كبير من أعضاء الحكومة الذين شرفوا المعرض بهذه الزيارة. ولاية مثلت في هذا المعرض بمختلف عاداتها وتقاليدها الفنية والثقافية وعرض منتجاتها المحلية وسلعها الغذائية ومطاهيها المختلفة التي تجسد الحضارة والتاريخ والإرث الثقافي والقومي لكل ولاية. أما الألعاب المختلفة فهي التي تميز عادات وتقاليد وثقافة الشعوب الذين يجمعهم العالم الوطني للتشاد والبعد الجغرافي مترامي الأطراف. كانت ولاية تلو الأخرى لمعرفة ثقافاتها عن قرب من قبل صالح كبزابو رئيس الحكومة الوحدة الوطنية وأعضاء الحكومة التابعين له، وبعيد زيارته لأجنحة المعرض المختلفة وتشجيع الفرق الفلكلورية المختلفة، فقد عبر رئيس الحكومة صالح كبزابو عن انطباعاته ملوحا بالوحدة الوطنية، وهذه الثقافات المتنوعة تجسد وحدة التراب الوطني التشادي والإرث الحضاري بجميع أنواعه وأشكاله. وقدم نداء لكل الشباب التشادي المحافظة على الموروثات الثقافية والحضارية، كما دعا الجمهور بزيارة المعرض للتعرف عن العادات والتقاليد المختلفة وإعادة بناء المهرجان بشكل أوسع لفتح آفاق الشباب. وأخيرا دعا الوزارات المعنية التفاكر سويا لفتح الفرص التي تجمع شمل الوحدة البلاد فنيا وثقافيا وحضاريا.